السنة ليسوا أعداءنا، السنة أهل السنة والجماعة إخوانكم، كما قلت في كتابي ثم اهتديت، كلما دخلت بيتا في النجف الأشرف أو في كربلاء في بداية 67، وقد مر على ذلك أكثر من 42 سنة تقريبا أو 43 سنة، كل ما دخلت بيت الله ويسأل من هذا، يقول هذا من إخواننا أهل السنة. لطافة الشيعة أنهم لهم محبة ومودة لكل المسلمين، ما عندهم حقد، ما عندهم بغضاء، عندهم صحيح حقد وبغضاء لمن تسبب في هدم الإسلام، لمن تسبب في إيذاء الزهراء أو إيذاء علي أو إيذاء أهل البيت. نعم هذا واجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا إنصاف للحق أن الشيعة يعملون بكل هذه الآيات الكريمة، يعني لا يودون ولا يلقون بالمودة إلى أعداء الله ورسوله وأعداء أهل البيت. لكن إخوانكم من أهل السنة والجماعة ضحايا، ضحايا التاريخ، ضحايا الدس والتعتيم، ضحايا الكذب والدجل، لأن بني أمية وبعدهم بني العباس تتبعوا كل شيعي تحت كل حجر ومدر وسموهم الروافض ولعنوهم وقتلوهم وذبحوهم ذبح النعاش. حتى مر زمان على الشيعة أن يقول يتمنى الشيعي أن يقال له يهودي ولا يقال له شيعي. لماذا؟ لأن اليهودي محفوظ، اليهودي من أهل الذمة، كل الناس تحافظ عليه. أما الشيعي لا، الشيعي لا، هذا مهدور الدم، مباح الدم.